مرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامج الديربي. احنا سعداء بالتواصل معاكم دائما عبر قناة الاي تي في. حلقة اليوم ان شاء الله راح تكون عن القراءة الفنية للجولة 14 لدوري الاس تي سي للتصنيف. في مباريات سابقة احنا ما سحبنا الوقت ان ننقل لكم اياها، ان شاء الله اليوم راح تكون معانا. كذلك عن المباريات اللي اجريت مساء امس بين العربي والشباب، كذلك الكويت والتضامن. لكن في البداية نرحب في ضيوفنا داخل الاستديو. على اليمين راح يكون اللاعب الدولي محمد العدواني، بجانبه راح يكون اللاعب الدولي السابق فرج لهيب. شنو لقبك؟ نسيت. الوسيم الأسمر الوسيم. على اليسار راح يكون معنا اللاعب الدولي السابق اللاعب عبد العزيز الهاجري، بجانبه راح يكون معنا اللاعب الدولي السابق أحمد موسى. انتم لو ملاحظين انا كلهم قلت اللاعب الدولي السابق الا ابو صباح. ابو صباح تبارك الرحمن للحين ما شاء الله يتمرن تلال العبدلي. فانا خايف للحين يرد، يعني يرد مع نادي النصر عند الدوري الممتاز، فخايف انك ترد عشان كذا ما قلت دولي سابق. اذا الدوري بالتصنيف لا لازم يرد. عساك على المستوى عساك ابو عايشه تبارك الرحمن. ها ما شاء الله عساك على الجو. نشوف النص ملعب رسمي. ليش ما قلت بعد مديري السابق وكذا؟ اي لا والله مديري ورميتي كان مديري ورميتي بنفس الوقت كل شيء. شيء غريب صار. اي والله انا قبل كويتي الظاهر هو عنده شيء، عنده مشكله مع عيال موسى، عنده مشكله. اسال الله يحفظك يا ابو صباح. طبعا لا نستغني طبعا عن مداخلاتكم وعن مشاركتكم ويانا في البرنامج. راح تظهر لكم الارقام على الشاشه، التواصل معنا ان شاء الله على الخطوط الارضيه، كذلك على برامج التواصل الاجتماعي تويتر وانستغرام واليوتيوب. ما ننسى رعاتنا وداعمين البرنامج شركه منرز العالميه مياه الترا ومعقمات هايجين. نشكر نظارات كيفان، نشكر اطياب المرشود، نشكر شركة النظم الأوروبية، نشكر شركة أونكوست، نشكر شركة غرب الخليج العقارية، نشكر شركة بريميو سبورت، وكالة جيفوفا وزيز بالكويت، كذلك نشكر شركة أسد ملابس رياضية. العربي اليوم كان عندهم مباراة، راح نشوف التغريد، لكن قبل التغريد اليوم لفت نظري بحساب الديربي بادرة طيبة وجميلة من رئيس نادي العربي السيد عبد العزيز عاشور. كان في فيديو لأخونا المشجع الكبير العرباوي طلب، قال استانست ان انا فرحت بكاس الامير لكن ما صورت اياه. وقام السيد عبد العزيز عاشور باخذ الكاس مع الهدايا وراح لاول صانع ايس كريم في الكويت اللي هو البوضه مو الايس كريم، لان يعني عسى الله يبارك له في عمره وان شاء الله يفرح بالنادي العربي بالدوري مثل ما تمثل. خلونا اول شيء نروح حق التقرير الاول في مباراه العربي والشباب ورد لكم. استاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة احتضن مواجهة العربي والشباب في دوري اس تي سي التصنيف. صافرة الحكم عبد الله عرب تعلن بداية المباراة. اولى فرص المباراة اتت في اول نصف ساعة من اللعب، نايف حميد يتلاعب بدفاعات الشباب وكرته وصلت سهلة الى احمد دشتي. اخطر فرص الشوط الاول بندر سلامة ينفرد وجها لوجه احمد دشتي، ودشتي ينقذ مرمى ببراعة. بدر طارق يسدد من كرة حرة ثابتة قوية أبعدها المتألق دشتي إلى ضربة ركنية، ليعلن بعدها الحكم صافرة الشوط الأول بالتعادل السلبي. أول فرص الشوط الثاني أتت في الدقيقة 29 عن طريق علي مصطفى بتسديدة زاحفة أبعدها علي شراق إلى ضربة ركنية. تسديدة مبارك سعيد لم تشكل أي خطورة على مرمى العربي. الشباب الأفضل بالشوط الثاني، علي أشكناني كاد أن يخطف هدف المباراة الأول وكرته مرت بجانب مرمى علي تشراق، ليعلن بعدها الحكم عبد الله عرب صافرة النهاية بالتعادل السلبي. ما عندنا محترفين، الكل متعور، لاعبين مباراة ورا مباراة مباراة ورا مباراة، نحتاج راحة شوي، وايد إصابات، خصوصا أن أنت لاعب الأربعاء بعد يومين عندك مباراة، وين بدك تجهز وأنت اليوم خمس لاعبين طالعين متعورين؟ نعم هي سلبية بالأهداف، لكن بالنسبة لنا الشوط الثاني كان شوط مميز. احنا اليوم شاركنا من غير المحترفين وبلاعبين محليين، وشاركنا بلاعبين ما شاركوا نهائيا بالموسم. هذه المباراة كانت يعني تجربة حق بعض اللاعبين المحليين استفادة. الأهم هذه
الأهم من المباراة هذه إن مباراة كأس ولي العهد الجاية هذه الأهم الصراحة. فالمدرب كان حاب يجرب اللاعبين ويشوف اللاعبين المحليين ممكن يشاركون مع المحترفين بالتشكيلة الأساسية إن شاء الله. لو شاهدناك طالب ركلة جزاء في الشوط الثاني. والله واضحة شوفوها واضحة واضحة بلنتي واضح، بس يمكن المباراة هذه لأن بالنسبة حق الحكم نفسه أن هي تحصل حاصل فما يكون أتوقع بكامل تركيزه لا هو ولا اللايمن ولا هي واضحة أصلا أو يمكن عرباوي. في البروفا قبل الأخيرة استعدادا لانطلاقة كأس سمو ولي العهد الأسبوع المقبل، العربي والشباب حبايب بالتعادل السلبي. في مباراة لا تغير شيئا من واقعهما، العربي والشباب يكتفيان بالتعادل السلبي في دوري التصنيف. فهد الصلال لبرنامج الديربي. مشكور اخونا فهد صلال على هذا التقرير. مباراة ما تعودنا طبعا. السؤال جايك ابو عايشه، العربي لونه هذا انا مو عاجبني، بس ما بيك ترد الحين، برد ابيك ترد على شيء واحد. علي اشكناني يقول الحكم يمكن عرباوي عشان شيء ما حسب عليكم ركله جزاء، ايش رايك؟ لا ما يصير زين. علي وين كان يلعب يعني؟ لا ما يصير، ما في شيء اسمه حكم عرباوي، حكم متساوي. الحكم شخص محايد وقاعد ادى دوره وله طبعا وجهه نظر، يمكن له رؤيته زاويته يعني هذه الامور تحصل في عالم كرة القدم. ترى ما ندور مشاكل علي، انا كذي عشان زميلي بنفس المدرسه يعني شوف. يعني كذي بس كنوع من الدعابه. وانا شوف انا صراحه علي يعني من اللاعبين اللي يعني يمكن اول ما بدا او اول ظهور لا كنت وقت رحيم مع الفريق، كان لاعب وكان يعني من اللاعبين اللي استمتع وياه لما تلعب وياه، لاعب جيد عنده امكانيات، لكن يمكن يعني الظروف وقدر الله ما شاء فعل انه طلع راح نادي ثاني. لكن علي من الخامات الطيبه صراحه اللي كان يفترض انه يستفيد منها النادي العربي، لكن الله يوفقه مع نادي الشباب. اتوقع انه راح يكون لاعب زين والله. وانا اقول لك نفس الشيء، لما حتى لما صعد وياي ولعب يعني لعب معانا بالفريق الاول، لاعب عنده امكانيات ولاعب صراحه يعني من اللاعبين اللي كان يفترض انه يكون ذو شان في النادي العربي، لكن يعني يمكن مع الاسف انه الاخوان او صار له ظروف وطلع من النادي. وعواش اعتقد يعني عزيز السليمي ترى نفس سالفه علي بالضبط، طلع راح لعب في الهلال تقريبا 3 سنوات. نعم لعب 3 سنوات بالفهيل ورد مره ثانيه للعربي، الحين يلعب اساسي. اي لا بس شوف، لا اليوم ما يلعب اساسي. عزيز السليمي حاله خاصه. وشوف عزيز السليمي انا بوجهه نظري لاعب جيد عنده ذو امكانيات، لكن عزيز السليمي في العربي خذ فرصته وزياده. لكن الولد علي اشكناني الكابتن علي اشكناني لا صراحه ما اخذ فرصته بالنادي العربي، يمكن كان يلعب كان يؤدي، لكن في بعض المدربين او يمكن امور اداريه الله العالم شنو هي الظروف اللي انا ذاك كانت تحصل له، لكن علي اشكناني ما اخذ فرصته. لكن عبد السليمي وثلاثهم لاعبين ذو امكانيات، راح منتخب السليمي لاعب عنده امكانيات، لكن هو ما استغل الامكانيات هذه. احنا ممكن كان عندكم محترفين يعني لا 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 لا, لا, لا كان يلعب زينين عبد العزيز السليمي مو سليمي على اشكناني، حتى على اشكناني ايام دي اقوير ما اقوير اي مختلف ايام اصلا يقدر يلعب وهو مرتاح، لكن للاسف يعني بعض الظروف ما توفق والمدربين. لكن السليمي هو اللي ما عرف حق نفسه، ولما راح الفاحيل حس ب ب ب ب كان زايد وزنه اي حس بغيمه العربي، استذبح وحاول ورجع، وعسى الله يوفقه هالسنه ان شاء الله. ونتمنى انا اتمنى ان اشوف السليمي اللي انا شفته اول ما صعد الفريق الاول، لاعب ذو امكانيات عاليه صراحه. نرجع حق المباراه، قبل المباراه نرجع حق الفنيله ما يبين والله التصوير كلش ما تبين. انا اتمنى وهذه رساله انا اوجهها لاخوي يعني لون مو ما توفقتوا فيه والله. شوف انا يعني هاي رساله حالات العربي بالاخبار اي والله. شوف انا هاي رساله عبر يعني برنامج الديربي يعني ارسلها حق اخوي عبد العزيز عاشور والغايمين على النادي، يا ريت يعني في الدوري الممتاز تتغير الفنيله ويتغير هاللون. لون صراحه لا هو ينتمي للعربي ولا يبين لك ان هذا العرب قاعد يلعبون. شوف ما يبين تلعب مع السالميه ما تلعب مع السالميه نفس اللون، تلعب مع الشباب اليوم ابيض نفس اللون، تلعب مع الكويت نفس اللون. فصراحه اتمنى نشوف اللون الاخضر اللي احنا تعودنا عليه. طبعا المباراه يمكن شفناها يمكن شوط يعني للعربي، شوط اول كان العربي هو فيه المسيطر والافضل، شوط ثاني اعتقد الشباب كان الاحق في الفوز في الشوط الثاني. لهم اكثر من فرصه يعني يعني بس المباراه شبه منتهيه كانت يعني، لان مباراه تحصيل حاصل بالنسبه له. وهذه ابو حسن المباريات هذه تخدم المدرب يعني، يشوف فيها يعني تحصيل حاصل، يشوف فيها نوعيه اللاعبين اكثر اللي ما قدر يعتمد عليهم الفتره الاخيره. هذه تخدمكم انتم كمدربين. انا اقول تخدم اللاعب اكثر من المدرب. يعني المدرب اللاعب يعني اللي ما اخذ فرصته او في مشاركات متقطعه
يعني افضل وقت للمشاركه في هذا الوقت مباراه تحسين حاصل. كل ما عندي من مهارات وكل اللي عندي راح يعني اقطه في الملعب واثبت للمدرب انه يعني اني انا قادر على اني انا اكون من الفريق الاساسي بدون ضغط بدون ضغط بدون اي شيء. يعني مباراه تحصيل حاصل يعني فوز ولا خساره ولا تعادل، فاعطي كل ما عندي. وفعلا يعني مثل ما تفضلت المدرب هم يعني مناسب انك انت يعني تغير طريقه اللعب اسلوب اللعب الاجنحه اللعب العمق التسديد، يعني هناك تنويع في الخطط. وهذا افضل وقت انك انت تجرب الفريق وتشوف انه هل هو انه قادر على انه يغير الخطه، الاستيعاب الخططي للاعبين هل هم قادرين على انهم يلعبون بخطتين ثلاث خطط. فهذه كلها تخدم يعني تخدم الجميع، يعني تخدم اللاعب وتخدم المدرب. عبد الرحمن انا شفت المباراه للامانه الشوط الاول كان ممل يعني ما يمكن هجمتين او ثلاث شفناها مالت بندر ومالت بدر طارق الفاول، لكن في نقطه بقولها هذه مباراه تحصل حاصل وشفت ان المدربين قاعد يغيرون في بعض العناصر. يا اخي استمتع يعني ابي اللعب يكون مفتوح. ليش يعني احس ان الفريقين خايفين يخسرون عشان بس الانتقاد اتوقع كذي. الناس ما قال وين الابداع؟ صحيح وين اللاعب يطلع مهارته؟ متى اطلع مهارتي؟ لما يكون مباراه تنافسيه ومباراه ان فيها صعود وهبوط بنفس المباراه ايش ما امتع نفسي؟ استانس والعب بلعب مفتوح مسكرين الفريقين وخايفين واللي شتت زين متى العب وانا مرتاح؟ ترى هذا يجي دور الاداره والجهاز الفني يحثون اللاعبين. كلها اداره ما ادري سالفته كلها قصدي الجهاز الاداري. الجهاز اداري طبعا إيه. ما تكلم هم اللاعب نفسه كان دكتاتوري اداري يا رجل. حتى اللاعب نفسه يعني متى ابدع انا ابو عزوز كان دكتاتوري تدري عنده لوحه يحط عليها الخصومات ما يطيحهم الا بالفوز نقعد انت رجاع عشان يطيح عزكم الله حتى الادلاغ مال التمرين ممنوع تغيره ممنوع دينار عزيز والله تفضل بصوت ابو عبد الله. ترى المنصه ما يجيبها مدرب ولاعبين، المنصه يجيبها تقريبا ثلاث ارباع شغل اداره، لان الاداره هي تختار المدرب المناسب للفريق وتختار الوقت المناسب في الكلام مع اللاعبين. يعني مثل المباراه الحين تحصل حاصل الشباب والعربي، اخلي اللاعب يستمتع ما حمله ضغط، ما اقول له ترى اذا خسرنا ممكن ان شاء الله المدرب يمكن انت راح تلعب مره ثانيه لازم تجد حيلك. لا اقول العب. يلعبون خايفين صح؟ اي هذا الكلام من الجانب الاداري والفني انه يعني يبلغ اللاعب العب واستانسوا متعنا خلي اللاعب يتمتع. ترى في جانب النقطه اللي ذكرتها ابو عزيز في جانب ايجابي اللي هي تحمل المسؤوليه حتى وان كانت مباراه تجريبيه. مباراة تجريبية ما أتكلم عن مباراة تحسين حاصل، حتى المباراة التجريبية تكون عندك المسؤولية وعدم الاستسلام وروح الانتصار في كل لعبة حتى بالتمرين صحيح. بالتمرين بالتقسيمة تكون عندك روح الانتصار موجودة بنتصر في كل شيء. فهذا ممكن جانب مثل ما تفضلت جانب سلبي. الانتصار شو يولد؟ الانتصار يولد اللعب الحلو اللعب الجميل والتكتيك والفن والمهارة. احنا هذا المطلوب احنا نعم. احنا نبي هذا صحيح. انا ما اقولك العب استمتع مو معناته تبطئ اللعب والرتم الملعب يصير بطيء وتتفلسف. لا احنا نحث على الانتصار والروح القتاليه في الملعب. ابو عايشه يعني فرصه جيده حق المدرب اتوقع اسمه زوران المدرب الجديد اللي وقعت وياه شيء اسمه والله ما اعرف اسمه لكن هي بالضبط يعني. لكن فرصه جيده انه يشوف اللاعبين يعني واكيد شاهد المباريات حق اللاعبين الاساسيين الحين شاف المجموعه الكبيره اللي شاركت مباراه اليوم. هذه فرصه جيده حق المدرب طبعا يعني يمكن هذه من الفرص يعني هاللعبه واللعبه الجايه ان شاء الله بعد يعني هذين يمكن المباراتين مثل ما تفضلت فرصه جيده كمدرب جديد انه يوقف على مستوى اللاعبين. يمكن هو ما هي كافيه بشكل كبير يعني تدري انت اللاعب يحتاج على الاقل بين 4 إلى 5 مباريات على ما يعرف بشكل مفصل كل اللاعبين، لكن يبغى انها فرصه يعني خلينا نقول احنا جت بوقتها لان المدرب اكيد الاخوان المساعدين راح يبلغونه ويعرفونه ويعطونا اشرطه المباريات. لكن ايضا هذين المباراتين يمكن على حد علمي اللي سمعت ان اليوم هو تدخل في بعض الامور اسمه السيد انتي ميشا كرواتي سيد ميشا سيد ميشا هو كان اليوم موجود مو موجود لا اقصد في الدكه لا ولا لا لا اكيد لا مو ما شافه على وراح يكون التلفزيون اتوقع في احد راح يغادر حجر خلص في احد راح يغادر من الجهاز الفني ولا اعتقد لازم بده انه يكون في لانه هو اوريدي الحين في ثلاثه
فاعتقد لابد انه في 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 احد من الجهاز الفني لازم يغادر، لازم بس مساعدين اثنين، ما يصير ثلاث مساعدين عند المدرب، لان راح يكون هو المدرب الاساسي وفي وفي مساعدين اثنين معاه، مدرب لياقه ومساعد. هذا طبعا السكور مال الاتحاد، عرفت؟ فلا بد انه في مغادره يعني شخص من الثلاثه هذول، الله العالم عاد اتوقع الاثمان يتم، لانه هو حاليا هو المسؤول على الفريق، يعني هو المدرب يعني من بين الثلاثه، راح يتم مال اللياقه ويا العثمان. مخذينا من تحت اعتقد احمد العثمان يعني راح زين. على هذا عرفنا الجهاز الفني، عندكم الجهاز الاداري شو اخباره؟ منو اللي تم سندت المهمه؟ يعني شفنا عبد القدوس مشى، بلوشي مشى، منو؟ لا هو عبد القدوس ما عبد القدوس، شوف بلوشي طبعا مشى من الموسم اللي فات، قدم استقالته. الحين منو موجود عشان بس يعني حاليا؟ طبعا حاليا على رئاسه الجهاز اخونا العود علي مندني ابو عبد الله، نائب الرئيس خالد عبد القدوس، اي نعم، ومدير الفريق احمد النجار، والمشرف والله ما يحضر نسبه نسيته يعني سموحه من اخوي نسيته. لا لا بالعكس، لا لعبت المنسق يمكن، لكن لكن يمكن اعتقد الاخوان في اداره النادي اعتقد انه مريحين خالد عبد القدوس، او طالب منه انه يريح في شيء بينهم يعني، او ظروف معينه يمكن، هذه وجهه نظرهم. لكن بالنهايه خالد يبغى عمل بجهد واخلاص وتفاني صراحه في الموسم اللي فات، وتوج يعني مجهوده وتعبه للامانه في نهائي كاس الامير. اعتقد خالد من الاشخاص اللي يعني لو استمر هو مكسب للنادي العربي، لو اخر راح النادي راح يخسر خالد، ولا قصورا في الاخوان الموجودين، ونتمنى حتى حق يعني اخونا ابو عبد الله واحمد النجار والموجودين نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. بضيف شغله على كلام احمد بالنسبه حق الكابتن خالد، ناس ما قال احمد خالد من بدايه منظومة نادي عربي كانت بوجود خالد، حاليا خالد يمكن يعني ابعد شوي، لكن الانتقادات اللي قاعد نشوفها من جماهير النادي العربي، يعني نترك ان خالد داري، زين خالد ولد النادي، خالد صعد منصات، يعني شال لعب نادي العربي، ف موضوع مع الاداره شيء، موضوع الانتقادات ما يصير تنتقد يعني خالد عبد القدوس، كلام جارح، كلام قوي في شخص عمل، انا وجهه نظري العمل هذا كله اللي بعده مسك ابو عبد الله المندني، خالد عبد القدوس كان له دور كبير. فلما يبعد خالد عبد القدوس ليس في انتقادات من الجماهير، خاصه جماهير نادي العرب. يعني انا اتفق وياك، لكن دائما الجمهور لا يعني مرات يكون انتقد عمل، هذا اللي نقصه، لازم يكون عنده نقد لاذع، يعني الافكار تغير، فكرتي انا تغير، يمكن شخص رياضي، يمكن شخص مو رياضي، يمكن شخص محب للنادي، يعني نتمنى من اخواننا الجماهير يعني الرفق باخوانهم من يعملون، ضيعوا وقتهم بالنادي. انا ابو فهد اتفق معك، يعني مو خالد، اي شخص اليوم انت لما تعمل وانت محط انظار الاخرين والانتقاد، لكن اليوم في ناس مع الاسف يدعون انهم عرباويين قاعد ينتقدون خالد، وخالد قاعد ببيته، يعني خالد اليوم ما قاعد يعمل، خالد استبعد من الجهاز الاداري، زين انت ليش تطلع قاعد تكتب عليه؟ ليش قاعد تنتقده؟ خالد ما له شغل، لما خالد يروح يحضر مباريات العربي قاعد يحضر كجمهور كمتفرج، ليش قاعد تنتقده؟ يعني اليوم اذا الفريق خسر قاعد تنتقد خالد، زين خالد شنو دور عشان تنتقده؟ زين خالد لما تتي قاعد على سبيل المثال في واحده من الاخوان او في واحد من التغريدات او من الاخوان اكتبوا انه قاعد ياخذ راتب، زين قاعد تعطيه من جيبك؟ خذ رئيس النادي قاعد يعطيه، وهو رئيس النادي هو اللي قايل له اخذ اجازه، لو رئيس النادي يبي يشيله وما يبي يعطيه راتب كان قال له يبا انت مو غال، احنا اطلع برا النادي، لا تجي النادي وانت ترى احنا اغلناك، بس رئيس النادي اللي هو قاعد يدفع من جيبه حق خالد راتبه وهو قايل له اخذ اجازه وريح يعني لإشعار آخر. فاليوم أنت لما تنتقد خالد هذا مو دورك، تنتقد خالد لما يشتغل انتقده، لكن اليوم خالد قاعد ببيته ليش تنتقده؟ على شو هذا؟ يعني هذا يدلك على شيء شخصي، مو انتقاد عمل. انتقاد العمل لما الشخص يعمل وتنتقده قاعد تنتقده عشان عمله، بس لما الرجال قاعد ببيته وتنتقده هذا شيء في شيء في نفسك وفي شيء داخلك انت قاعد تنتقد الرجل عليه. ترى هذا اللي قاعد ياثر على نادي العرب، على العرب هذا قاعد ياثر عليه، يعني مو داخل الملعب، الامور الخارجيه ويدري فيها بصباح ان الامور الاداريه مهمه حق المنظومه كلها. صحيح، وانا نتمنى من جميع الاخوان الجماهير محبين الانديه ان شاء الله يكون النقد يعني على قدر العمل ان شاء الله، وان شاء الله نشوف انديتنا تنهض برياضتنا اللي ترى هو في فرق بين طايحه شويه طاحت هو طبعا في فرق بين الناقد والحاقد، اي نعم، يمكن شعره
لكن يعني مثل ما تفضلوا يمكن يعني لا الخالد عبد القدوس قاعد ببيته وقاعد ينتقد. شنو يعني انت شنو الهدف انت تبي يعني توجه بدال ما توجه انتقادات الفريق ومستوى الفريق ومشوار الفريق في التصنيف ما يرضي احد طبعا انك توجهها لخالد واحد خارج المستطيل هذا اعتقد انه غير مقبول. زين ما تتفقون وياي ان فكره الألف دينار على الفوز ما يابت ثمارها؟ يعني قاعد نشوف الفرق اغلب الفرق اللي ضمنت تاهل باخر كم جوله قاعد تريح لاعبينها ما قاعد تلعب فريق الاساسي قاعد تعطي فرص للاعبين بشكل متقطع تدي عندك بصباح هذا الألف يعني ما فهد والله تبتل الصج يعني هذا اللي ودك انه يشتغل بس ما يعرف يشتغل ليش الاتحاد ايه شنو كل 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 فوز تعطي ألف دينار انا شبي بالالف انا بيطال عمرك التنافس يكون طول الدوري التصنيف انا مستغرب شنو فكرتك الاول والثاني والثالث عطى ثلاثة اثنين نقطه خلي الفرق اللي فوق تتنافس يعني الحين عندك زين انت بس تستخدم الفرق اللي نقول مثلا السته السبعه المنافسين الباقي شنو دورهم؟ خليني اقول لك عبد الرحمن يعني عندي انا من السابع للاول سبع فرق وتقريبا النصر وغدسيه والعربي والكاظمه والكويت خمس فرق هذه والسالميه ست فرق ضامنه بما فيهم الشباب ايه ضامنه قبل اربع خمس مباريات شو تسوي؟ بس تلعب؟ لا ليش ما يسوي مثلا حفز لي ليش انت كاداره فريق ما تحفز اللاعبين اسوي فكره مثلا اخلي مثلا ال1000 دينار طيب مثلا. لا 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 اخليها 1000 دينار مو مشكله 1000 دينار لكن اقسمها على ثلاثه عفوا لا النادي انت الحين مو سالم لك النادي احنا نتكلم عن الاتحاد انا فاهم انا مو ضدك الاتحاد هذه فكره لكن وجهه نظر ثانيه بالنسبه حق النادي استلمت ال1000 دينار للفوز اقدمها حق افضل ثلاث لاعبين مثلا بالفريق يعني افضل ثلاث لاعبين راح تلقى عندك المنظومه عندك افضل لاعب لا 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 فكره انا ما قلت لك لازم تسوي كذي فكره مرفوضه لا لا شوف تعرف ليش مرفوضه عندك طول بالك تعرف ليش ابو حسن تعرف ليش انا اللاعب لما يقول الاتحاد 1000 دينار للفوز فالفوز ما تعطيه حق فرج وانا ما يصير انت بعد انت اعطيتني الألف خلاص لا لا انت اعطيتها لنا كلنا اتفق مع ابو صباح هذا يصير فيها غيره 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 لا انا قاعد اتكلم من ناحيه التنافس انا ما قاعد اتكلم عن انا فكره قاعد انت لك الحق تجاوب عليها هي مجرد فكره الفكره هذه ما لا تستنبطها من فكره الاتحاد الجماهير العربيه لا تاخذ من فكره الاتحاد انا ما اشوف الاتحاد انا هني معاك احنا نتكلم عن الاتحاد انا ما اشوف الاتحاد شوف اول شيء انت اليوم اخوان في الاتحاد يعني يمكن هي اجتهدوا لكن اليوم انت مبلغ ال1000 دينار انت لو تبي تعطيه حق ال11 لاعب ما يكفي كل لاعب يطلع له 100 ممكن يعني انت اليوم المبلغ هذا يفترض انه يكون 3000 دينار اقل شيء على الاقل ان انت في حاله الفوز تقدر والله توزع 3000 على 18 على الدكه مثلا مع الفريق الاساسي كل لاعب يطلع له 100 150 ك لما تلقى كذا فوز تلقى في مبلغ في مبلغ ممكن مبلغ طيب هذا مبلغ طيب يكون حافز هذا واحد اثنين النقطه اللي قالها بالصباح يعني هو صراحه ما حق يعني انت اليوم لو سويت تنافس حق المراكز الاولى كان خلق تنافس صحيح. فوق وتنافس ايضا تحت بين الناس اللي ما تبي تطيح يعني الناس اليوم انت احنا وصلنا في 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 جوله معينه انتهى التنافس اللي ضمنوا وضمنوا واللي قاعد يتنافسون تحت صار التنافس بينهم فانا اعتقد يفترض ان المبلغ يزيد في الدرجه الاولى يعني توصل انت المبلغ الى 3000 او 4000 دينار اليوم حتى انت واقع الرقم على اللاعبين وعلى الجهاز الاداري او الفني للانديه راح يكون له تاثير غير 1000 دينار 1000 دينار يعني صراحه والدليل والدليل على هالكلام يعني الفرق اكثر قاعد تلعب يمكن العناصر الشابه يعني مو فارقه معاها ال1000 دينار صحيح هي بالفعل اجتهدوا وفكره جيده ان بيحفزون اللاعبين لكن ما صارت تفرق معاه يعني عادي يعني الألف ولا مو ألف أنا قاعد بفيد فريقي إيه؟ فأنا اسمع قال الشباب ثلاث نقاط ثاني طبعا الفرق الأقل يعني نقول الفرق متوسطة بالترتيب يعني حتى نقول الأقل جماهيريا تقريبا تنافسها إن تكون موجودة من ضمن العشرة إيه نعم. يبقى ثلاث نقاط نقطتين على الفرق الكبيرة اللي من يتسابق بياخذ ثلاث نقاط هذا وجهة نظري أتفق فيه ويا أنا أتفق مع أبو عزيز وموسى اتفق مع ابو صبا ما يجب ان ننتقد اي عمل يقوم فيه الاتحاد لتطوير اللعبه يجب ان نشد على ايدينهم ونقول بيض الله وجيكم وعزره ما قصرت حتى لو كان يعني ما دام انه في عمل وفي فكر انه والله الاتحاد او لجنه المسابقات يبون يطورون من مستوى الفريق ومستوى البطوله بالعكس
لازم احنا نشد على يدينا، مو بس انه فقط ننتقد كل ما يقوم فيه الاتحاد، لان الموضوع ما هو موضوع شخصاني. نعم. فلكن يعني الالف اليوم لو نشوف نادي القادسيه اقل ما في الامر، نادي القادسيه 10 انتصارات اليوم يعني 10000 دينار. 10000 دينار رقم مو بسيط يعني. لما يطلع للاعب 200 ولا 300 ولا 400 دينار بالعكس انه. لكن انا اشوف انه والله الثلاث نقط للاول انا اعتقد انها ما اشوف انها عادله يعني، نوعا ما ظالمه، لان تتحدث عن موسمين يعني، تتحدث عن موسمين تتنافس بس زي يعني. وحسن الحين شنو ذنب النصر مثلا كنصر يعني من اول الدوري قاعد يقاتل ويستذبح وفريق واجتهد وتعب والناس تعبت واحتل المركز الاول. انت اليوم لو تلاحظ، لو احنا نفترض قانون الثلاث نقاط موجود، كان النصر في اخر ثلاث جولات ما استهان، كان كمع نفس الاصرار ونفس العزيمه وبنفس الحافز اللي يخليه يكون الاول عشان ياخذ ثلاث نقاط. كلامك صحيح لو كان في الاوضاع والظروف العاديه، لكن احنا اليوم الكل قاعد يتغنى في اللاعبين الصغار. يعني لو ما كان فيه، لو كان فيه الثلاث نقاط هذه، الأندية الكبيرة والنصر والقادسية والكويت ما راح تشوف لاعبين صغار، راح تشوف لا أهم شيء إن أنا حصل على المركز الأول وحصل على ثلاث نقاط، يكون عندي بونص قبل المباراة قبل الدوري. زين. لكن بالعكس هذا إحنا اليوم إحنا نعيش في يعني تحويل، يعني نقول تجديد دماء المنتخب. بالعكس اليوم أنا أعتقد الجهاز الفني الدماء ما صارت إلى الحين زين. علشان لا 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 أنا عندي بعد أنا عندي نقطة بعد جدا مهمة تفضل الموضوع هذا تفضل يعني ترى إن أبو حسن اختلف وياه لا لا الاتحاد القدم أنت من أول الموسم بداية التصنيف قلت ما في فار ليش؟ لأن ما في فلوس. أنا مهمة صحيح مهمة يقول ما في فلوس لا 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 70000 قال ما في فلوس لا 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 صحح لك المعلومه لاني انا كنت اول شيء على بالي كذي لكن اكتشفت بعدين المعلومه ان قال لك ما في العقد اللي بين الاتحاد والشركه هو للدوري الممتاز فقط مو لدوري التصنيف دوري اس تي سي زين لدوري الممتاز اي نعم فلما يوق الاتحاد طلب من الشركه انها طلبوا من عندهم مبلغ زايد ان تحط حق الدوري التصنيف قال لك لا احنا العقد اللي بيني وبينك حق الدوري الممتاز تبي ادفع فلوس حق الدوري التصنيف زين وصلت معلش بصراحه معلش غيروا التصنيف وقالوا شغل طبعا خلونا نريح فاصل ونرجع لكم مع مباراه الكويت تضامن جعلنا لكم مشاهدي الكرام بعد الفاصل عندنا مباراة الكويت والتضامن فواز صلال كل الشكر لك خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع لكم ختام الجولة الرابعة عشر من دوري التصنيف ومواجهة جمعت الكويت بنظيره التضامن الهابط رسميا إلى دوري المظاليم على استاد مبارك العيار بنادي الجهراء. التهديد الأول أتى للكويت عن طريق أحمد الزنكي وفرصته بالشباك الخارجية. الأبيض يفتتح التسجيل كرة ذكية من سامي الصانع وصلت إلى ضاحي الشمري الذي سجل هدف جميل لفريقه. ومن لعبة ثنائية جميلة تمكن شريدة الشريدة من إضافة الهدف الثاني للعميد من تسديدة زاحفة عانقت شباك الحارس براك العنزي. وصول التضامن الأول لم يشكل خطورة على مرمى الكويت لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم الكويت بهدفين دون رد. مع بداية الشوط الثاني أحمد الزنكي سنحت له فرصة لإضافة الهدف الثالث وكورته خارج المرمى. الحارس ضاري العتيبي كاد أن يقع بالمحظور لتصل الكرة إلى يوسف العنيزان الذي لم يحسن التعامل مع الفرصة. التضامن يتحسن مطلع الشوط الثاني وفيصل عجب كاد أن يقلص الفارق لكن الحارس الشاب ضاري العتيبي يبعدها ببراعة. المدافع سامي الصانع ينفرد بمرمى التضامن بحثا عن هدف ثالث ليضيع الفرصة بغرابة. العميد لا يهدأ واستطاع أن يعزز من تقدمه بهدف ثالث عن طريق المتألق ضاحي الشمري ليعلن بعدها الحكم هاشم الإبراهيم بانتهاء المواجهة بفوز الكويت بثلاثية نظيفة. أنا لعبت الشوط الأول فترة مبتعدة أنا عن الملعب
فمباراة ورا مباراة بثلاث ايام هذه وانا من زمان ملاعب اصابه وان شاء الله هنا بسيطه. ضغط المباريات يشكل لكم كلاعبين اصابات داخل ارضيه الملعب؟ اكيد ضغط المباريات يشكل اصابات حق اكثر من لاعب، وانت شفت اليوم يعني اكثر من لاعب من فريقنا تعور وطلع يمكن ثلاثه او اربعه على ما اظن. يعني هذه كل ثلاث ايام مباراه هذه صعبه شويه، فان شاء الله ان شاء الله نقدر يعني نحط على نفسنا ونكمل المباريات. دخلنا مباراه اليوم لازم ناخذ الثلاث نقاط، الحمد لله خذيناها، خذينا الثلاث نقاط. ضغط المباريات يشكل لكم كلاعبين ارهاق؟ طبعا اكيد، يعني الفتره السابقه الجوله السابقه ضد العربي لعبنا، احنا ما نقول صف ثاني، فلعبنا احنا فريق ثاني يعني غير على التشكيله اللي قبلها، فالتشكيله هذه تخلوا باللاعبين يعني اللي كانوا مريحين. اول شيء هذا مو اسمه الدوري المظاليم، ما يسمى دوري المظاليم، لان هذا في جميع دوريات العالم درجتين، فيها الصعود وفيها الهبوط، احنا هبطنا لكن راح نرجع باذن الله، وفيها امثله واجد يعني عندك الأمثلة واجد في الدوريات عامة، ليستر هبط بطل الدوري، وإن شاء الله إحنا رادين، وأنا كل الثقة باللاعبين والجهاز الفني وإداري إن إحنا رادين نهاية الموسم بإذن الله. في مباراة شهدت خروج ثلاثة من لاعبي الكويت بسبب الإصابة، العميد يحقق انتصار معنوي على التضامن الجريح. في مباراة تحصيل حاصل، الكويت عوض خسارة بالجولة الماضية أمام العربي بفوز معنوي على التضامن الهابط رسمياً إلى دوري المظاليم. فواز صلال لبرنامج الديربي. مشكور أخونا فواز صلال على التقرير. فرج من أحسن، فيرمينيو ولا بنزيما؟ دعمت دعوم الحين صح غلط ها؟ والله الاثنين نفس لا انا عندي فيرمينيو احسن. ازاي والله فرج الكويت مباريات بالجولات الاخيره، انا ذاك اليوم يعني اليوم دخلت وحاولت اشوف المباريات الاخيره حق نادي الكويت، الفوز كان كله فوز 1-0 1-0 بالسوبر 1-0 3-2 1-0. اليوم الكويت طلع بشكل، الكويت من فتره يعني طويله اتوقع اربع جولات الاخيره كله يكون فايز 1-0، ما تعودنا على نادي الكويت. سبب ظهور نادي الكويت مباراه اليوم، هل عشان يعني خلاص هو ضامن والتضامن ضامن الهبوط، ولا في صحوه حق الدوري الممتاز؟ لا هي صحوه، وثاني شيء يعني نقول اعداد حق الكاس ولي العهد انه جهز الفريق اليوم او نتكلم الفتره اللي كان في نادي الكويت قاعد يفوز، نعم قاعد يفوز يمكن 1-0 2-1 وهذا شيء ما تعود هذا اي نعم، لكن مر نادي الكويت في نزول مستوى بشكل كبير وصار له فتره يعني الامانه، لكن محتاج الفوز المعنوي عشان بس يخفف الضغط على اللاعبين، وايضا نقول يغطي مرات في عيوب كانت موجوده عندنا خصوصا في الشق الدفاعي. اليوم شفنا تغييرات كثيره، الكويت اليوم سيطر، قدم انتشاره كان جيد، تسجيل اهداف، مع ان اللي ما عجبني او شيء سلبي بنادي الكويت اليوم اضاعه الفرص بشكل كبير خصوصا من احمد حزام. هذا الموسم اعتقد من افضل المواسم اللي قدمها، يعني لاعب الكل عارفه من مراحل سنه يدري فيه ابو حسن عارفه، لكن الاصابات وهذا رجع الحين، والدليل انه حتى قاعد نشوفه ايضا تم اختياره للمنتخب، لكن نبي انه يكون دائما متواجد لانه ايضا من اللاعبين الجيدين في تحركاته وتكنيكه جيد. ضاحي اليوم ايضا سجل هدفين وخامه جيده الامانه، من اللاعبين الجيدين، يعطي حلول ايضا، ويصير في منافسه عندنا بين فيصل زايد، احمد زنكي، ضاحي. فاليوم انا عجبني نادي الكويت، يمكن الشوط الثاني نزل رتم شوي، بدا نادي التضامن يسيطر كون انه خسائي بيعوض، عمل المدرب محمد عبد الله تبديلات، لكن بشكل عام نادي الكويت قدم مباراة جيدة، وهذا اللي احنا نبيه، يعني دائما نادي الكويت اذا دخل مباراة دائما نشوفه انه يخلص مباراة يمكن من الشوط الاول، هذا ما نشوف في نزول مستوى، دائما يبدي صح ويبدا عاد يسير المباراة مثل ما هو يبي، لكن الفترة الأخيرة مع نزول مستوى بعض اللاعبين بدا الكويت يعاني. انزين ما بي بيايي كان ابو حسن، لكن ارسل لنا اخونا مشعل العسعوسي باستديو ريبرز، انا احط لكم اياها عفوا، بس على ما تحط جاهي احط لكم اياها، داز لنا
بالحساب الخاص بالحكام. متابعينا الاعزاء، مباراه الشباب والعربي كان راي خبراء التحكيم في استديو الحكام مشعل العسعوسي وبدر نزال. توجد هناك ركله جزاء للشباب دقيقه 82 من زمن الشوط الثاني لم تحتسب. مشكور يا اخوي مشعل. هذه مال تشكناني يوم ساعد فمشكور يا اخونا مشعل يا ابو ضاري، ما تقصر ويانا يعني دائما. بس بشكل سريع بضيف شغله، يمكن تكلم اخوي الكبير علي زيد، كابتن علي زيد، عن موضوع جمعه والاحداث اللي صارت، وقال عنها ان جمعه سعيد وان شايخ على النادي. بس بضيف شغله، تفضل. ما في احد شيخ على هذا كلام، هذا كلام ابو فريد. لا بس قال ان الاداره مقادره تتعامل معاه وشايف نفسه على الفريق. ما في ولا لاعب من عصر الذهبي نادي الكويت لغايه ما في حد شيخ على نادي الكويت يتعامل. نادي الكويت قاعد يتخذ قرارات لكن مو قاعد يعلنها. ابو عزيز بس نادي الكويت ترى قاعد يتخذ قرارات باللاعب بس مو قاعد يعلنها. واحنا دائما ادارتنا وخصوصا الجهاز الاداري بقياده ابو خالد عادل عقله في امور مو قاعد يفصح عنها ولا قاعد يحطها حق اعلام، لكن قاعد يتخذ فيه اجراءات. لكن لاعب مهم عندي، تبيني انا لاعب يعني اقول عنصر مهم نادي الكويت يفوزني، اوقفه انا ليش؟ انا اخصم عليه محترف، اخصم عليه، هذا اللي اقدر اسويه. لكن انا هذا اللي اسويه، وانا متاكد من هذا، متاكد. لكن اللي صار يوم وقفوه لعبتين نادي الكويت و50% اعلنها عشان يبين حق الناس، وانا ضد هالنقطه هذه. انت ليش بينتها؟ انت اساسا قاعد تخصم، بس مو شرط انك تبينها. عفوا، لان ردت الفعل العامه ونادي الكويت والله مشكور على هذا الاعلان، لان اذا انت قاعد تقول، انا سمعت تصريح اخوي مدير الفريق عادل عقل ابو خالد مسي عليه، قال احنا ناخذ اجراءاتنا مو شرط نعلنها، وهذا شأنا هذا النادي وسياسه النادي وهذا كيفه، مو مشكله. هو احترافيه، هذا 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 كلام سليم، وجهه نظره واحترمها انا. لكن لما نشوف ترى قاعد يتعامل نفس حاله حال اللاعبين والمحترفين. عفوا، ما في حد شايخ على انا ادري، انا فاهم يا فرج، وانا اضم صوتي مع اخوي علي لان يمكن الفكره ما وصلت، لكن نفس الكلام اللي انت قاعد تطرحه، هو قاعد يقول ما حد يشيخ على نادي الكويت، ما كان قاعد يقول هو شايخ والاداره ما قاعد تاخذ في موقف. قال المفروض يتعاقب، او المفروض انه يعني يتوقف عند حده. لما احنا كوسط رياضي نشوف جمعه سعيد ما قاعد يتعاقب، قاعد يتعاقب داخل النادي واحنا ما عندنا علم، لكن لما نشوف يعني عنده حوادث متكرره، ايش راح نقول احنا؟ نادي الكويت مو قاعد ياخذ قرار، مو قاعد ياخذ الاكشن، ويمكن هو عنده تصرف سليم احنا ما نعلم فيه. لكن الحين كان الكويت بين لنا انه قادر، ونادي الكويت مثل ما انت قلت، نوادي الكويت كلها انا عندي لهم الاحترام، وما حد ما في لاعب يشيخ عليهم، لا سواء محترف ولا لاعب محلي ان شاء الله. نادي الكويت ولا غير نادي الكويت فرج، يعني انا يمكن الفكره انت ما وصلتك بال وصل نقطه، يعني ما يبها بالطريق، وصل نقطه ان كان شايخ والاداره مو قادره تتعامل معاه. لا صدقني، كان انا شوف زيد، علي زيد، زين جماعه ليش وديتونا علي زيد في كلامه؟ شايخ ما في احد شايخ، لكن في صديق الاداره، في يمون على الاداره، يقعد وياهم، ماخذ راحته السنوات اللي طافت. منو قال لك ماخذ راحته؟ انا خلص، انا قاعد انا خلص زين بس من ما اقول زين بناقشك، منو قال لك انه ماخذ راحته؟ الفيديوهات واجد نشر، شنو قاعد تشوف انه مثلا بغرفه الملابس قاعد يستانس مع ربعه، يعني صديق الاداره؟ لا غلطان. زين خليني اقول كلمتي تكفرج. زين بناقشك، ما تناقشك زين. انت جبت الفكره، هو عنده معلومه اوضح لك. تفضل. جمعه سعيد من زمان يطق اللاعبين ويعتدي عليهم، عندك لجنه انضباط، وعندك حكام مباراه، يعني الخطا يعني هذا، ويطقهم والكره واقفه العتب على فني. طول بالك، خلنا خلص. لا في اجراء من الحكم، ولا في اجراء من الاداره، ولا في اجراء من لجنه انضباط. هذه المشكله، ان جمعه سعيد دخلت الاداره. ليش انت عندك حكم وعندك لجنه انضباط؟ ممتاز، هذول الاثنين ما ياخذون الراي. ليش؟ لانه ممكن تنطرد يا جمعه وانا خسر هني. يا جمعه اركض شويه. شنو دور الكويت؟ هذا الحكي مو في لجنه تحكيم، مو في لجنه انضباط. ايه تتخذ في قرار لجنه انضباط، تنتقد في غلط، خلاص انتهى الموضوع. الايام اللي طافت من يتخذ في قرار؟ تبي انا اتخذ في قرار؟ الايام اللي طافت، مو عشان كذي جمعه سعيد تمادى ودز اللاعب بدون طبيعي. رده فعل يا ابو صباح، رده فعل امور طبيعيه، رده فعل امور طبيعيه. سير يا جماعه الملعب
واحد وقد رجولي نادي الكويت نادي الكويت نادي عربي انا خسرت نتيجه كبيره طبيعي يعني فرد فرد ما يصير اقطع من رجولك تطقني ما صارت معك نهائيا بالصباح ما صارت معك ابو عزيز انت كنت تقدر اذا فارق على من النتيجه لا 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 اسوي على ما اطق الكوره تمنعني انا عشان هو هذا سؤالي سؤالي الحين انت فرج لايب ومحمد عدواني تقدر تقطع بيريول بالصباح والله ما تقدر بالكوره طقه بالكوره ما تقدر بالكوره طقه انا بالصباح هذا لا بدون كوره اروح ادزه يا ابو صباح انت تطق اللعيبه تطق واصله بس تفضل ابو حسن تفضل عشان نرجع للاحترافيه والمهنيه يعني اضم صوت لصوت ابو لهيب يعني هو يفترض ان الجهاز الاداري هو واللي صار طبعا اللي صار فعلا انه ما يعلن وهذا صحيح. مهنيه عاليه ودائما احنا نشيد يعني في ابو خالد ويا الهاجري محمد الهاجري ونعم لكن يعني في هذا التوقيت لما توقف انت مباراتين نعم وقف مباراتين خصم 50% يمكن مو عوايد لكن رده الفعل العاليه هي اللي جعلت الجهاز الاداري تعلن عن العقوبه ولكن فعلا يعني ان مثل ما قال ابو لهيب ان الجهاز الاداري يعاقب المحترف ماديا لان انا ما ابي اعاقب الفريق بعاقب اللاعب عنصر مهم صح يعني اللاعب يفوزني ويعطيني فارق فلما انا اوقفه عن المباريات المهمه انا عاقبت الفريق ما عاقبته هو بس مباراه تحصل حاصل زين بدينا وهذا يعني ما شاء الله كباتن كبار وكل من رايه وكل وجهه نظره كلنا راهن ابو عايش على تضامن بالمباراه ضد القادسيه كان مقدم مباراه كبيره قاعد نشوف انه يعني كان حتى يمكن افضل مستوى من القادسيه لكن بعدين هبوط متكرر وسقوطه في الخساره قاعد نشوف ان التضامن ما هو التضامن اللي قدم للمباريات اول المباريات يمكن مفهد يعني اتفق معاك مو بس لعبه القادسيه اللعبه اللي قبل القادسيه اللعبه الوديه مع نادي الكويت اللي تغلب على نادي الكويت باربع اهداف يمكن هذه كانت المباراه الكل اشاد في مستوى نادي التضامن الكل قال تضامن بشكل غير بغادة أخونا القبندي يعني توسمنا خير أمانة هنا أول لعبة أيضا مع القادسية في دوري التصنيف شفنا التضامن قدم مستوى طيب الكل استبشر خير قلنا يعني التضامن راح يكون بشكل مغاير لكن مع الأسف يعني التضامن خصوصا في أول الجولات في أول أربع أو خمس جولات كان التضامن كان قاعد يقدم مستوى ما ينقص حقهم ولا حق أخونا يعني القبندي صراحة مدرب الفريق ولا اللاعبين قدموا مستوى كانوا يصون المرمى لكن حاشهم نوع من عدم التوفيق أمانة في مبارياتهم هذا يمكن يعني خلينا نقول ضعفهم أو 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 خلاهم في الجولات الثانية يبتدي الفريق ينهار بدأت الروح تنعدم بدأ يصير في عدم ثقة في الزميل في الفريق فشفنا تضامن يعني خلاص صار لا حول ولا قوة يمكن لو تلاحظ حتى في مباراة اليوم تضامن الفريق الوحيد اللي خلال الجولات كلها وانا خلال متابعتي له اللي يلعب لعب ثابت مع كل الفرق لعب مفتوح مع القادسية مع الكويت مع الساحل كله لعب مفتوح ويبي يهجم ويبي يقول يعني يمكن الاخوان في بعض الاندية احنا قاعدين الصغير على الاندية اللي هي بطولاتها القليلة يعني مثلا او خلينا نقول التصنيف الثاني يلعبون تكتيك معين يسكر المنطقة الخلفية يلعب بتحفظ يلعب على هجمة مرتدة يحاول يطلع له بجول بتعادل إلا نادي التضامن كان دائما خلال دوري التصنيف في كل المباريات يلعب بنفس الرتم بنفس التكتيك الاندفاع على المنافس محاولة تسجيل هدف مبكر وهذا الشيء يمكن اللي خلى التضامن يوصل لهذه المرحلة ويهبط بهذه الطريقة ابو موسى ترى كنا فهد دابس رئيس الجهاز كان له دور كبير ايضا في منظومه نادي التضامن وما عاب الاسماء انا تابعت التضامن يعني فرص سهله كان يضيعها ما كان عنده اللاعب اللي دائما يخلص الفريق وترى الفتره اللي طافت كنا الفتره طافت اكثر نتائج عليه ترى كلها فرق واحد عرفت ما كانت يعني نتائج كبيره يمكن الا هالمباراه انه خلاص يعني لعب بعناصر شابه فطلع بهالنتيجه وكان الكويت افضل لكن اشكر فهد دابس امانه انه تعب وكان جهد كبير مع الفريق. ابو حسن رايك باختصار عن مباراه اليوم؟ والله شوف احنا مشكلتنا الانديه الصغيره
مشكلتنا انه يعني تلقاه يحضر بالتمرين في اسبوع ولا المباريات اللي قبل المباريات الانديه الكبيره تلقاه يواظب ويعطي من عمره، لكن من تروح الانديه الكبيره المباريات اللي كويت السالميه القادسيه العربي هذه بعدها يعني فتحضيره تحضير النفسي، انا اتكلم ما اتكلم بدنيا ولا تنظيميا، اتكلم عن التحضير النفسي للاعب لاعب الانديه الصغيره هذه ما يكون في نفس التحضير الذهني والبدني في المباريات الصغيره، وهذه لما يصير فيه تفاوت في المستوى والتحضير بالنسبه اني انا لما العب مباراه العربي ولا القادسيه ولا الكويت، لان التضامن ما ضيع الا الفرق المنافسه له، هو خسر من الفرق المنافسه. والنقطه السلبيه اللي على التضامن وعلى هذه البطوله الفرق الصغيره يعني كثير من اعتقد ان هناك فريق برقان او فريق خيطان او فريق الجهره يمكن اذا هبط برقان في المباراه القادمه، انا اعتقد ان اهم من الاسباب الرئيسيه لسبب الهبوط هو اضاعه ركله الجزاء. صحيح. يعني في فريق ذكرنا هذا الموضوع بحسن اربع ركلات جزاء، يعني ما اعتقد انه يعني بعد ما يخلص التمرين يفترض على الجهاز كلها وقت حاسم وضيعت منه نقاط كثيره يعني يفترض ان الجهاز الفني ياخذ له ثلاث لاعبين او اثنين من اللاعبين بعد التمرين، بعد التمرين ياخذ معه حارس المرمى ويلعب ركلات الجزاء. واضح. ما نخليها حتى من سبق لبق، هذه مشكله. انزين معنا يعني الاتصالات، معنا اخونا بدر. نصبح عليك بالخير. صبحتوا بالنور يا هلا اخو بدر، صباح الكبات اللي عندك كلهم. حياك الله. حياك الله. بس كان عندي سؤال وحاب استفسر منكم بخصوص الكبات اللي عندك، خصوص احتجاج العربي يقول عدم تعاون، يعني ممكن شنو اقصى شيء يوصل له يعني الاتحاد؟ شوي الصوت، هل ممكن مثلا عدم تعاون؟ بس بدر عشان نسمعك معلش، لو تعيد بس. الحين واضح صوتي؟ اي تفضل. اقول احتجاج العربي وكاظمه وين راح يوصل بالاتحاد؟ هل راح يردون عليهم ولا راح يكون مجرد كلام ومجرد احتجاج؟ يعني شنو ابعد شيء ممكن يوصل له؟ لان ما تم مناقشته يا اخوي بدر، عشان كذي احنا للحين ما يعني مدام ما تناقش في وسائل الاعلام للحين ما عندنا الفكره الكافيه عنه. من يجهز ان شاء الله راح تكونون انتم اول ناس اللي نقدر بس شكرا لك يا اخي. الله اخوي القرعه يعني بالنسبه حق كتاب الاحتجاج مال العربي بالنسبه حق قرعه كاس سمو الامير، كان في احتجاج وفي احتجاج مقدم من نادي كاظم، وفي بعد عندنا اصابات ما يعني اذا اسعفنا الوقت ان شاء الله راح نذكرها، لكن للحين انا ناطر الامور. انا امر نعم؟ بسيط ثلاث نقاط شنو؟ لا لا مو هذا، تكلم عن قرعه قرعه الامير كانوا يطالبون اعتماد القرعه الاولى، ما يبون يعني النادي العربي. فهد انا بتكلم في جزئيه بسيطه في هذا الموضوع عشان رد خلينا ناخذ اتصالات عشان ترد على واحد واحد بس. اذكر انت في نقطتك القرعه وكاس شو اسمه ولي العهد اجنونه. نصبح عليك بالخير اخونا فيصل. صبحك الله بالخير. يا هلا مرحبا، هلا اخوي. صبح عليك وعلى الجميع. حياك الله. شوف يا اخوي انا غتاوي وانت تدري. اكيد نتشرف. وش كثر انا غتاوي. الله يحفظك. وما لي شغل باحمد الزنكي انه غتاوي او لا، لكن استنكرت انه ما فتحته الموضوع. اكو موضوع بلش، اكو برنامج بلش قبلكم نص ساعة. اي نعم. يا جماعة والده يحلف انه ما قال شيء، وعادل عقلة ابو خالد يحلف ان الولد ما قال شيء. اي نعم. والولد حاط تغريدة. اي نعم. انه يعلن اعتزاله اذا فعلا ثبتت عليه الكلمة. وطلع نفسه كيته. هنا. طلع نفسه كيته. قال اللاعب ما قال لي هالكلمة. ليش اللاعب كذي قاعد يظلمونه يعني؟ صحيح. ريال هو كامل 25 سنة العمر ما شفنا لا منتخب لا شفنا بهذا، توه ما صار لعيت أسبوعين من كمان 25 سنة. واضح. جافنينا دفان. واضح. ليش؟ إنزين خلا مشكورة أول شيء على مداخلتك وما قصرت. في اتصال بعد فرج، ناخذ فرج. هلا السلام عليكم، يعطيكم العافيه. عليك بالخير. يا هلا مرحبا. يا هلا. اول شيء انا يعني اول شيء انا في تعقيب على كلام
عبد العزيز الهاجري الكابتن الكبير. نعم. يقول ان المفترض ايش اسمه يخسر ايش اسمه لو يعاقبون جمعة سعيد بيخسر فريق. اوكي انا يعني شخص محترف المفترض يكون قدوه يكون لاعب كبير زين يخدم الفريق مو يعني ايش اسمه بيعطي اخطاء يعني انا شنو عاقبه ماليا لكن ما اكفى يعني لو ايش اسمه لو متعرض الولد بندر السلامه يعني الخطر ولا شيء يعني شيء يفيد ايش اسمه شيء يفيد الماده يعني هذا واحد. اثنين يعني انا بطلق على اخوي الكابتن الكبير وسمي بعد فرج لهيب انطر اخاك ظالما دائما يعني بتعقب على كلام معالي زيد. علي زيد ما قال شيء بالعكس يعني قال الكلام اللي في محله يعني هذه النقطه الثالثه والاخيره. ابي انا مستغرب يعني مباراه اليوم التضامن والكويت ليش تلعب على ملعب نادي الجهرة يعني شمع ناديين داخل بيهم الجهرة بس يعني أبي أعرف السبب بس. مشكور جزاك الله خير. بس أرد على أخونا فيصل صقر بعدين أترك لك أبو حسن الحرية في الرد على السؤال موجه لك. احنا في الديربي امس ذكرتها واليوم نذكرها احنا حبينا ان نهدي الامور وما الامور توصل بين الاخوان الرياضيين الى هذا الحد. الامر حاولنا فيه من ناحيتنا احنا خذينا اخونا جابر وخذينا اخونا عبد الله دشتي وكلهم جميع الحب والاحترام وان شاء الله الامور ما توصل بينهم الى يعني التحدي والخصومه وان شاء الله يا رب نشوف الامر يعني يرتفع عن ما هو عليه. انا ما ودي اخذ الامر وبطل في يعني كلام اكثر ان شاء الله يتم على ما هو عليه. ومثل ما قلت امس احنا كبرنامج رياضي نتمنى جميع اخواننا الرياضيين يكونوا يد واحده ونبتعد ان شاء الله عن هذا الامر وان شاء الله الامر ينحل بينهم بصوره وديه وهما يعني من عوائل محترمه وكذلك من اخواننا المواطنين. راح أرد لك يا أبو حسن لكن خلونا نطلع فاصل ونرد لكم مرة ثانية. جعلنا لكم مشاهدين الكرام بعد الفاصل. كان في تعقيب لازم حق اخونا عبد العزيز الهاجري لكن زعلوا مشي اخونا احمد عندك تعقيب بالنسبه حق المتصل. والله شوف حق اخوي فرج يعني بخصوص اللاعب جمعة سعيد شوف هو طبعا يمكن انا اتفق مع ابو حسن ومع ابو عزيز بخصوص انه اليوم انا كجهه كاداره او مجلس اداره او كاداره فريق اليوم لما يكون صاحب الاختصاص ما اخذ عقوبه في حق اللاعب فشلون تبيني انا اخذ عقوبه يعني اليوم لو اللاعب جمعة سعيد مثلا حكم المباراه اخذ فيه عقوبه او لجنه انضباط ذيك الساعه انا من حق اني انا او يجبر علي او يلزم علي اني انا اخذ عقوبه. اليوم مثلا احنا خلينا نرجع حق هذه الحاله اللي صارت في مباراه العربي اليوم حكم المباراه ما اخذ عقوبه في حق اللاعب معناته انه يعني حكم المباراه شاف ان اللاعب ما اخطا زين شلون انا تبيني كجهه او كاداره فريق اليوم انا اخذ عقوبه واخسر فريقي لاعب محترف على قولتك مهم بالفريق. النقطه الثانيه هو يمكن يعني وجهه نظر ان هذا لاعب محترف لابد انه يكون قدوه اخلاقيه وكذا هذا ما خلفنا فيها لكن اليوم اللاعب اصحاب الاختصاص اللي هم كالاتحاد او كلجنه حكام او انضباط او غيره إيه ما قاعد تاخذ عقوبه في حق اللاعب شلون تبيني انا اخذ عقوبه. بالاضافه احمد ان فرج عشان راح اقبل حسن تفضل. بالاضافه انه يعني في الحين كل واحد يتهل التحكيم في احنا حكم رابع يقدر يسجل تقرير صحيح ويقدمه من خلاله يتعاقب واذا كرر العقاب اكثر من مره هني ممكن نادي الكويت يتخذ فيه قرار لكن الحكم رابع ما تسجل عليه تقرير. بس انا ابو فهد على كلام اخوي سمي اللي يقول على موضوع علي زيد انا يعني اللي بوصله كلامه سليم علي زيد ما عندي بس انه لا يوضح صوره ان اللاعب شايف نفسه لا هو شايف نفسه ولا شيء بالعكس قاعد يتعامل حال اللاعبين والمحترفين تتعامل معاه نعم. الكل قاعد يتعامل سواسيه في نادي الكويت واضح. ابو حسن ردك على النقطه اللي بغيت تثير قبل شوي. اي لان الاخ اللي قال ليش يعني هو ايش راح يستفيد بندر السلامه اذا انا ما اتكلم عن اللعبه نفسها انا قاعد اتكلم عن اليه عمل جهاز اداري في نادي من الانديه يعني يفترض هذا اللي راح يكون بهذه الصوره لكن اللعبه نفسها لا طبعا اكيد يجب المفروض الحكم اخطا والحكم الرابع اخطا
ولجنة التحكيم يجب أن يكون لجنة الحكام وحتى الانضباط المفروض أنها تكون تدخل في هذا الأمر. أنا برجع للقرعة اللي يعني يمكن غابت على الكثير من الشباب أو المحللين. أنا أحمل المسؤولية يعني مو بس لجنة المسابقة، الحضور أنت إيش قاعد تسوي؟ يعني أنت الحين لما أنت تكون حاضر، ما نفترض أنك أنت تعد الكرات 14 كرة هني و14 كرة هني، ولما أنت صارت 15 لما يكون هني عندك نقص، متى تم النقص؟ أثناء الشغل ولا بداية القرعة؟ بداية من البداية، خلاص النادي اللي بالنهاية اكتشفه يا أبو في النهاية باقي يفترض ثلاث كور، النادي اللي سقط اسمه دخل اسمه كان انتهى الموضوع، لكنك انت تعيد هذا بس ناطرين الرد مال الاتحاد علشان نشوف الكتب المقدمه من نادي كاظمه ونادي. طبعا في كتاب اليوم انا ما بياخذه بتفصيل، لكن نتمنى السلامه لاخواننا بالجهاز الاداري واللاعبين لنادي كاظمه. اليوم صدر كتاب ان اصيبوا 10 افراد من فريق نادي كاظمه بفيروس كورونا، نتمنى لكم السلامه والشفاء ان شاء الله. وما نشوف نعم الفريق الاول اليوم انا قرات الكتاب، نتمنى لكم السلامه بس مو القدم سله اي يعني، فان شاء الله نتمنى لكم السلامه وعسى الله يشافيكم ويشافي جميع المسلمين. بالنسبه حق مسله يعني ممكن يروح حق القدم ما لا انا اقول لك العمال مع بعض، العمال كانوا مع بعض، العمال اللي يخدمون السله نفس العمال اللي يخدمون القدم، فكر فيها فرج مو نفس العمال قصده غرفهم واحده، عنده عمال وايد هنا نادي الكويت احد العمال يتجمعون يقول لا قبل الصباح احنا متعودين العمال بروح اني القدم بروح اقول العمال يتجمعون قال لا مو نفس العمال احنا عمال السله بروح عمال بروح زين احنا متعودين كذي طبعا انت فنادق انت مولات وفنادق هذا النص وصلك اياه كل عامل بغرفه انت حق نفسك يا مرج سويت كل واحد سويت زيد يعني مباراه سالميه ويا سالميه والساحل اللي كانت من يومين احنا يعني نعتذر منكم ما يعني ما اسعفنا الوقت ان نعرضها امس راح نعرضها اليوم وفيها بعض الحالات خلونا نشوف الساحل والسالميه تقرير اخونا يوسف هدي استاد صباح السالم كان مسرحا لمواجهة السالمية المتأهل مسبقا مع الساحل الذي يسعى للتأهل عبر بوابة السماوي. صافرة الحكم علي جعفر تعلن انطلاقة المباراة. البداية كانت مع فالح العجمي الذي كاد أن يقتنص أول الأهداف لولا تدخل أحمد عادي. أحداث الشوط الأول فقير فنيا واتسم اللعب بالعنف المفرط. وتيرة اللقاء ترتفع وترتفع معها شدة الأعصاب وحكم اللقاء يشهر البطاقة الحمراء بوجه محمد المشعان مدرب السالمية. وهنا حارس السماوي أحمد عادي ينقذ مرواه من تسديدة إدواردو. أولى محاولات السالمية جاءت في الدقيقة الأخيرة عبر مهدي دشتي وبعدها المدافع تاليسون لتنتهي أحداث الشوط الأول سلبيا كما بدأ. الشوط الثاني ينطلق بأفضلية سلماوية وتألق حارس الساحل نواف المنصور الذي حافظ على نظافة شباكه في أكثر من محاولة. فالح العجمي يعود لإزعاج مروى السالمية من هذه التسديدة. في الدقيقة الأخيرة شهدت طرد اللاعب عبدالله العتيبي بسبب دخوله دون إذن الحكم علي جعفر لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين السالمية والساحل. ممكن عشان مباراة يعني كنا داشين يعني رغبتنا المباراة أكبر فيعني تعرف حماس لاعبين ويعني هذه هي أجواء الدوري الكويتي الواحد لما يتحمس تعرف لاعبين ها نرفزه بس على لقطة عبد الله والله أنا كنت بعيد عن اللعبة فما سمعت أي شيء ولا أدري عن أي شيء صار بس اللي شفته طرت فما أدري والله شنو صار بالضبط بس أنا متأكد يعني إن عبد الله العتيبي يعني لاعب فريقي لاعب محترم ولاعب يعني ما لبس سوالف الغلط ولا ما غلط فما أعتقد إنه غلطان بس الحمد لله والله طرد عبد الله العتيبي انا كنت راد مكان عبد الله العتيبي لانه كان برا الملعب متعور بالنص اللعبه عبد الله العتيبي شفته داخل الملعب فعبد الله يقول انه اشر له الحكم انا ما شفتها الصراحه اشر له ولا لا كنا جو المباراه ما كنت شايفها يمكن توضح عندكم لقطه اخر الدقائق المباراه اللعب كان عنيف بشكل مفرط
اخر دقائق الشوط الثاني، شنو تفسرها يا كابتن احمد غازي؟ تفسر طال عمرك ان مباراتنا اليوم دخلنا احنا نبي 3 نقاط او بالمجمل ناخذ نقطه على الاقل عشان نضمن البقاء ان شاء الله بدوري ممتاز. الحمد لله قدرنا، وتعرف وقت اخر المباريات نادي سالميه نادي كبير ومر على الفرق الكبار وكلها انتصارات، فاخر المباراه ان اللاعبين الصغار تخوف انه يدش عليهم جول ونخسر المباراه وندش معمعة ثانيه. لكن انا بتكلم ورسالتي هذه للرئيس لجنه الحكام لجنه الانضباط احمد عقله، ابي اشوف لقطتي انا اللي اخذت فيها انذار، يعني ما لها داعي اني اخذ فيها انذار لان انا توقفت المباراه الاخيره، انا متوقف، انا هذا اللي عيشني بضغط طول المباراه، واشوف ان نادي الساحل راح يرفع كتاب تظلم وان شاء الله. في استاذ صباح السالم كان مسرحا لمباراه السالميه والساحل التي انتهت كما بدات سلبيه، الا ان الساحل ضمن الصعود لدوري اس تي سي الدرجه الممتازه. يوسف هندي لبرنامج الديربي. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، مشكور اخونا يوسف هندي على هذا التقرير. مباراه ساحل والسالميه، فرج حدثنا عن المباراه. حطوا مراسل والله ما خلى مباراه ما شافها. لا وعنده انكوست بعد وكش فرج. حازين على انكوست والله، حازين على انكوست. قاعد ربع الناس تبيها انكوست. انكوست تكوست والكويت ومولات ومطلوب مطلوب ريال مطلوب يعني. الله يرزقك، الله يحبب قلبك. شوف المباراة يمكن ما ارتقت الى مستوى مطلوب لان كان نادي سامي يعني اراح اكثر من لاعب يعني، لكن الساحل قدم مباراة ممتازة للأمانة يعني، خصوصا مع قيادة الكابتن محمد هليس. شفنا شكل الفريق تغير في عناصر كثيرة من نادي الساحل، صراحة تفاجأت يعني اول مرة اشوفه. يمكن ما شفت فترة طافت يمكن رقم 10 العجمي كان مزعج نادي السالمية وقدم مستوى جيد، ما ارتقت الى الشكل المطلوب، طلعت بالتعادل في بعض الهجمات لنادي السالمية وايضا لنادي الساحل. الساحل اعتمد اكثر شيء على التحولات السريعة واستغلها الأمانة، لكن ما قدر يسجل. فبشكل عام هذه المباراة. تعقيب الاخوان على المباراة، قراءتك بحسن. والله هي كانت مباراة مشحونة، ما أعتقد يعني ليش كانت مشحونة أكثر من اللازم يعني، يعني تخللها مشحونة برا أكثر ما هي داخلها، إيه يعني مداخلات خشنة وكانت هناك يعني أكثر من، فأعتقد يعني مثل ما قال أبو عزيز يعني المباراة خرجت عن إطارها الفني يعني، أعتقد كانت يعني مشحونة أكثر من اللازم وفقدتها يعني حلاوتها، رغم أن هناك كانت هناك فرص ضايعة للفريقين، ولكن يعني التعادل كان عادل للفريقين. ابو عائشه. والله يمكن احنا ما شفنا المباراه، لكن من خلال التغيير يعني اشوف ان نادي الساحل ما شاء الله يعني صراحه واصل المرمى، مقدم مستوى طيب يعني، يمكن يعني كشوط اول كان الساحل هو الاكثر خطوره، يمكن من خلال متابعتنا حاليا يعني نشوف الشوط الثاني السالميه قاعد يهجم، لعب مفتوح من الطرفين، ما كان في تحفظ، الفريقين اعتقد كانوا داشين المباراه عينهم على 3 نقط، وهذا يعني بين لك ان يمكن المباراه كانت مهمه بالنسبه لنادي الساحل اكثر اهميه من الساميه، لكن مثل ما قال الاخوان مثل ما ذكروا كانت المباراه فيها التحامات قويه، فيها شحن يمكن داخل الملعب خارج الملعب، يمكن في احداث حصلت يعني، يمكن احنا ما شاهدنا الاحداث لكن من خلال كابتن فرج يعني صارت في بعض الاحداث بعض الامور مع الحكم الرابع، اعتقد هذا اللي شوي افقد المباراه حلاوتها. اي بصباح الساحل يعني ضمن صعود الممتاز بعد المباراه تعادل نعم، لا ترى حتى قبل امس بالحسبه الاثنين اللي يتواجهون معاه 17-17 بمواجهاته هو متغلب عليهم يعني قبل المباراه، بس الحين هذا من قبل المباراه، قبل المباراه اسف في تقريبا 4 فرق لا يبقى المباراه من يومين، بعد المباراه إيه صحيح قبل صحيح قبل انت صح بصراحه، قبل المباراه في تقريبا 5 أو 6 فرق انا شرباكه، انا رحت ان المباراه اليوم عشان كذي إيه؟ عشان كذي الساحل داش بهالقوه وبهالعصبيه ويبي على الاقل يطلع تعادل انه ما يخسر علشان بس يحط نفسه في منطقه الصعود ويرتاح في المباراه الجايه. فاليوم احنا شفنا يعني الساحل يعني فعلا
فريق يستاهل انه يقعد في الدرجه الممتازه. بس طبعا مفيد يعني يمكن الاحداث اللي صارت. لا انا بروح حق الاحداث وعندي فيديوهات وكذي خلنا نطلع لهم. بس لازم ننوه ان اخواننا الساحل الحين بعد ما وصلوا للنقطه 17 خلاص التاهل رسمي، لان المنافسين الاثنين اللي ممكن يوصلون الى النقطه 17 هم برقان وخيطان، يوصلون 17 ومتفوق عليهم بالمواجهات، فلذلك هو ضمن التاهل الى الدوري الممتاز. عندنا فيديو لمحمد المشعان، الدكتور محمد المشعان مدرب نادي السالمية، خلونا نشوف هذا الفيديو ونرجع لكم. اللي حصل لنا دائما في أي مجال، في أي مجال لما يكون الخطأ، يعني عادة لما يكون احتجاج مدرب أو إداري على حكم يفترض أن الطرف الآخر يكون مرتاح لأنه مال لأحد الطرفين، لكن الواضح أن الحكم، ما أتكلم عن حكم المباراة في الملعب، أتكلم عن الحكم اللي كان موجود خارج الملعب، لم يوفق في كثير من القرارات على الطرفين، وبدليل المشكلة اللي حصلت من قبل إخوان في الساحل مع نفس الحكم، والمشكلة اللي حصلت معي اللي هي من طرفه هو من افتعل هذه المشكلة. أنا موجود في 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 وبإمكانكم أن تعرضونها، وأتمنى أن تعرضونها. أنا موجود في المنطقة الفنية، أتكلم مع لاعبيني، أتكلم مع الحكم. إذا كنت أنا أسأت للحكم اللي موجود في الملعب، فالحكم هو اللي يتوجه لي أصفر أو أحمر. أما أن أنت تأتي وتطلب مني الهدوء، وردت عليه قلت له لا ما أبي أهدى، أنا ما أشتغل 7 أيام في الأسبوع وأجهز لاعبيني علشان أكون هادي في المباراة، أنا هذه طبيعتي، أكون ألعب في المباراة مثل ما لاعبيني يلعبون المباراة، فلا تطلب مني الهدوء. فقلت له لو سمحت أنا في منطقة الفنية، روح منطقتك. قال لي أنت دزيتني بعد المباراة، رحت تكلمت معه، قال لي أنت دزيتني دزة قوية، قلت له أنت جسمك ضعيف، مو اللي أنا دزيتك دزة قوية. لكن انتهى كل شيء مع نهاية الصفارة، تكلمت أنا مع الحكم وانتهت الأمور. لكن أتمنى أتمنى أتمنى، وهذه المرة الألف اللي أنا ناشد فيها الإخوان في لجنة الحكام الاتحاد، نحتاج أولا نحتاج دقائق أكثر لنلعب، نحتاج نزيد اللعب الفعلي، ما لعبنا شيء، ما لعبنا بالمباراة، كرة أوت، اللاعب يضيع وقت، اللاعب يطيح، الدكتور يدخل ربع ساعة، نحتاج أن نلعب أكثر عشان نطور الكرة الكويتية. مدرب المنتخب موجود في كل المباريات، محتاج يشوف لعب فعلي. والنقطة الأخرى إخوان في الهيئة، نحتاج ملاعب، لا يمكن تكون هذه ملاعب صالحة لرياضة كرة القدم أو حتى أي رياضة أخرى، مو للبني ادمين، الاشياء اخرى، الملاعب سيئه للكل صراحه. شفنا التصريح للدكتور محمد مشعان المدير الفني لنادي السالميه، لكن ما بي انتقل الى الاحداث اللي صارت. تتفقون على ارضيات الملاعب اللي ذكرها في نهايه التصريح؟ والله انا اشوف ان الدوري هالسنه تبارك الله ارضيات الملاعب ممتازه جدا صراحه. نعم ممتازه. شوف بالنسبه عاد كيف تتوالون الاحداث مثل ما انتم شوف يعني ابو فهد، الارضيات يعني مقارنه في السابق هي افضل، لكن ما زالت مثل انا يمكن اتفق مع يعني مو للبشر لهالدرجه يعني. انا اشوفها زين كابتن محمد المشعان، يعني كارضيات يعني في ارضيات سيئه صراحه، ما وصلنا حق المرحله. يعني يا جماعه احنا خلينا نشوف الدول اللي حوالينا، دول الخليج، شوف الارضيات شلون. يعني هو غزه يبي ارضيات افضل من هي. احنا يمكن اليوم انا وابو حسن وصباح وابو عزيز لما نقول ارضيات زينه بالنسبه للارضيات اللي احنا لعبنا عليها كانت جدا سيئه. ويمكن تذكر ابو حسن واخوان بعد فتره ما بعد الغزو كانت الارضيات سيئه وانت كنت موجود يعني، عرفت؟ لكن اليوم هذه الارضيات هي نسبيا افضل بس ما وصلنا للطموح، ما وصلنا للارضيات اللي يفترض نلعب عليها كره قدم. اتفق مع كلامك، لكن لما تفوز ما تتكلم عن الارضيات، واذا تعادلت وتعثرت تقول الارضيات. لا بس هو متكلم عن الموضوع من لا اذا تبي احسن من هالارضيات الدوري الانجليزي. زين لا الدوري ليش؟ الدوري السعودي، الدوري القطري، الدوري الاماراتي. يعني الحين خذينا الارضيات، فرج شفنا المدير الفني لنادي السالميه اليوم. لا خلينا نتكلم عن ارضيات. بعد عندك ارضيه بعد؟ تفضل يا ابو صباح. يلا بس اجل خلينا نتكلم، بس مو تقولون تبي الاتحاد. يلا قول. الارضيات المفروض تعد قبل الدوري. يطلع مشرف من الاتحاد يشرف على كل ملاعب الانديه. يتشيك عليها. مو يجي الاتحاد يخصص خمس مباريات او خمس ملاعب في التصنيف وخمس ملاعب في الممتاز العب عليهم. لا يا حبيبي،
انت تيح كل الملاعب الانديه. هذا يصون طال عمرك حق السؤال الاخ مساع يقول اللي يقول القادسيه اللي لعبوا على الجهره منو القادسيه منو تضامن الكويت تضامن الكويت اللي لعبوا على الجهره اي لان عندنا خمس ملاعب نلعب عليهم بس هذا بقرار من الاتحاد وهذا خطا المفروض من الاتحاد قبل بدايه الدوري يعمم على الانديه كلها صيانه الملاعب والارضيات وكل شيء صيانه الملاعب ما له شغل الاتحاد انا الانديه نفسها الانديه هيئه الصيانه اليوم مشكله زين لا 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 لا, 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 لا عشان رد على التصريح بس بس بصباح اليوم مشكله ما هي بالصيانه مشكله اليوم انت كل الانديه تتمرن على 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 ملاعبها هذا الواضح ندري اليوم انت قاعد تتمرن فريق 19 فريق 20 وفريق درجه اولى وتلعب على مباريات ما لو تشوف في صيانه طيب 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 فرج شفنا في من خلال التصريح المدرب يقول حق الحكم انا ما دزيتك دز نشوفها ما ادري يعني ما عجبتني صراحه شوف يعني ما انا اتوقع للحكم وحكم صغير اتوقع الحكم الرابع صغير اول المباراه صح صحيح نعم نعم حكم اي يعني يمكن يدش باخطاء لكن ما هو يبدا يعني اذا انت تحط لي حكم صغير كلجنه حكام هم مو ذنب الستاف اللي يشتغل مع الفريقين يعني شوف لا شوف انا يعني الدكتور احمد مشعان يعني انا معجب باسلوبه وطريقه تدريبه وغير شكل نادي الساميه واصبح فريق عنده ثقافه الفوز والكل شافه يعني شاف الساميه فارق بشكل كبير صح. لكن بعض التصاريح ما تعجبني يعني دزيت الحكم لكن جسمه ضعيف ما له داعي هالرد يعني يعني شلون يعني لو مجسم بالدزه ما راح تقدر يعني الرد ما عجبني وهذا الرد يفتح عليك بباب ما له داعي مو المره يعني تطلع تصاريح نفس هذه يعني اكثر من تصريح تكلم فيها يعني الواحد يكون بعمله يجتهد بشغله احسن ما اطلع انا بتصريح بالنهايه ترى احنا الدوري الكويتي احنا مو بالدوري الانجليزي ولا اطلع بتصريح نس مورينيو ولا كلوب عشان انا اطلع بصوره ما له داعي هالامور هذه بالنهايه حكم اول مره حكم ترى حكم اللي بالساحه اول مباراه له هذه كانت اللي بالساحه مو الرابع لا اللي بالساحه هذا اول مباراه له والاهم له بالساحه لما نشوف حكام يعني جدد يعني انزين عندي في نقطة شنو تفضل نقطة انه لما يقول يعني حتى الوقت الفعلي ترى هو ذكرها الدكتور يمكن هذا يمكن هو يمكن يشوي يرتاي كمدرب يبي فريق يلعب كرة وكذا لكن انا حتى على نقطة اليوم انت لما يجيك الحكم يقول لك اقعد ان شاء الله لما يجيك الحكم يقول لك اقعد ما يصير انت تقول له هذه منطقتي يلا روح منطقتي بالنهاية ما في شيء اسمه منطقتي ومنطقتك هذا حكم رابع هو مسؤول عنك عن سلامة الفريقين خارج الملعب خارج ارض عادي بس الملعب فاليوم لما يجيك الحكم اصلا انت كحكم يعني او هو ترى ممكن من هذا اللفظ ياخذ فيك عقوبه ممكن يقول حق الحكم الساحه تعالي بقى تعال هذا وهذا اللي سواه ممكن ممكن حكم الساحه انزين بالنسبه عندنا خطا تحكيمي لازم نشوفه خطا تحكيمي خلونا نشوفه طرد لاعب الساحل خلونا نشوف اللقطه هذه هذا انذار الاول بالنسبه حق اللاعب يستحق بصباح انذار شوفها بشكل سريع بصباح لو سمحت فرج ما اشوف فيها انذار ما تشوف فيها انذار ابو حسن ما اشوف فيها انذار كابتن احمد لا ما لا لا فيها انذار فيها انذار ما كان شايف اللاعب فيها انذار انزين عيدها بسرعه نبي حاله الطرد اي نبي حاله الطرد انا كنت موجود هنا انزين فرج والله يعني جد 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 عندي اقل دقيقه لا بشكل سريع بشكل سريع لا وذكروها ترى الاخوان مشعل وهذول المتابعين والله ذكروه هذا اي اللاعب كان برا اي نعم يتلقى العلاج وساده من الحكم انه يدخل اشر له الحكم ايه فدخل اللاعب فوقف الحكم اللعب انه كانك انت ما استاذنت مني هني هذا هني ما قاعد يشر له قاعد يشر تحت اللعبه ولا شوف الحركه هذه اللي خلت اللاعب يدش اي هذه خلته يدش بس هو قاعد ياشر صار في خطا قاعد ياشر على استمراريه استمرار اللعب مو قاعد ياشر للاعب على شو استمرار اللعب ما في لا 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 في صارت حادثه بالنص قدام الحكم ايوه بالضبط صارت حادثه تحت فرصه اي نعم قاعد ياشر على استمراريه اللعب ما قاعد ياشر حق اللاعب يقول زين اوكي فهم غلط اللاعب بس خلاص تاخذ انا وصلت للختام وياكم وان شاء الله يعني فبس بس بس في عندي فزوره امس انا اعتذر وين للحين على هذا الحدث ما صار الهوشه هذه الهوشه ما انا ما ودي والله انا ما ودي نتطرق الاداري ان شاء الله يعني يوسف الفضلي مع اخونا الحكم اتمنى ان شاء الله ان تنحل الامور وديه دائما نقول رياضتنا ان شاء الله ان شاء الله تكون
يعني ما فيها مشاكل. فزورة أمس ربح ويانا أول أمس، أنا آسف أمس ما ذكرتها ما سعفني الوقت، أحمد ماجد كانت صورة مارسيلو بيلسا. أحمد تواصل مع الدايركت بالنسبة للتويتر، أسرة البرنامج إن شاء الله تواصل وياك، دز لهم اسمك ثلاثي واسمك ورقم تليفونك. فزورة اليوم خلونا نشوفها. أوه هذا معروف طبعا، بصباح عرفته بشكل سريع بصباح بختم. لا والله ما عرفت. فرج. لا والله ما عرفته بعد. وحسن. لا ما عرفت. كلكم عرفتوا. لحظة. شو اسمه؟ بصباح العدواني. بس عرفته خلاص لا تقول. زين. طيب. العدواني حمد العدواني. طيب طبعا نشكر رعاتنا وداعمينا لهذا البرنامج. قبلها سامحني بصباح كل الشكر لك، كل الشكر لك يا ابو عزيز. بس اليوم ما نزلت السؤال، خليت الكبون اليوم. اي تستاهل انت، انت تستاهل كل خير. متابعين. كل الشكر لك ابو عزيز، كل الشكر لك كابتن عبد العزيز، كل الشكر لك احمد موسى، كل الشكر لرعاتنا وداعمينا شركه منرز العالميه معقمات هايجن مياه الترا، كل الشكر اطياب المرشود، كل الشكر نظارات كيفان، كل الشكر شركة النظم الأوروبية، كل الشكر شركة أونكوست، كل الشكر شركة غرب الخليج العقارية، كل الشكر بريميو سبورت وكلاجي فوفا وزيزس بالكويت، كل الشكر شركة أسد الملابس الرياضية. على خير ومحبة، نلتقي معاكم إن شاء الله غدا، تصبحون على خير، مع السلامة.